بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من السلاطة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر، ونسألك اللهم السداد في القول والعمل. سلام من الله عليكم وتحية مني إليكم في هذه الأمسية، في هذا اللقاء الرابع، هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات علم البلاغة والصورة الشعرية في مكتبة البابطين، جزاه الله عنا كل خير. أقول وبالله المستعان، عندما كنا صغاراً كان الوالد رحمه الله يردد على مسامعنا بيتاً من الشعر كنت أطرب له، يقول فيه: قالت بنات الحي يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً، قالت وإن. كنت أطرب لوقع البيت، لجرس البيت، وما أدري لماذا أيضا، قد يكون هناك أمور يعني من شقاوتي بقى، يعني وأنا صغير أدرك أن هذه السلمة الحلوة الجميلة يتحلق حولها بنات العم وهم يحاولون أن يثنوها عن حبها، عن تفضيلها لشاب معدم فقير، ولكنها كانت تفضله، كانت لا تريد غيره. فكانت تقول: قالت بنات الحي يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. وعلى كيفكم أنتوا شكوا، أنا أريده فقيرا معدما. لكن كل هذا الحديث ما كانت تقوله، بس قالت وإن، كلمة واحدة كانت تقولها وإن، فتحذف وراءها كلاما طويلا، تحذف جملة الشرط بشرطها وجوابها. وعندما شببت عن الطوق أدركت كل هذا، فازداد طربي وازداد عجبي. إيه بالله، قلت يا شيء عجيب، بيت واحد من الشعر وفيه كل هذه الخفايا وكل هذا الحذف، وهي ما عم تقول بس غير وإن بس، وإن كان فقيرا معدما فأنا أريده، فإني أقبل به. شو علي؟ معلش. طيب الله يهنيها فيه. لكن الحقيقة علمتنا سلمى أن الحذف أحيانا أجمل من الذكر. سبحان الله، أنت تحذف جملة ثم تكون هذه المحذوفة أجمل من تلك المذكورة. اقرأوا معي إن شئتم هذا النص الرائع لشيخ البلاغيين، لإمام أهل البلاغة عبد القاهر الجرجاني، وتدبروا كل حرف فيه، وتلمظوا عندما تقرؤون كما تلمظت عندما قرأت. يقول رحمه الله: هذا باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. نعم، وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، وتدفعها حتى تنظر. قد تنكرها حتى تخبر. اعذروني، أنا عندما يعترض طريقي الشعر في أثناء النثر لا بد أن أطرب، ولا بد أن أحاول أن أطرب، وأحاول، ما أدري إن كنتم طربتم كما طربت أنا. قد تنكرها حتى تخبر، الله أكبر، يعني الرجل يحكي والله ما هو أحلى من الشعر. كلام عبد القاهر والله العظيم في كثير من الأحيان، في كثيرة مش بكل الأحيان، لا في كثير، هذه الكثير ما أدري كم نسبتها، لكن الحقيقة هي جميلة، هي رائعة. تدبروا معي ما شئتم كلام شيخ البلاغيين عبد القاهر في دلائل الإعجاز،
وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتى تنظر. أما ما قرأته إذا لم تبن فقد تحسست والله بذائقة، بس إنه الكلمة يعني فيها شيء. لما أنا كاتبها من زمان ثم رجعت إلى طبعتي الأثيرة المفضلة من دلائل الإعجاز، وهي طبعة شيخنا بل شيخ مشايخنا محمود محمد شاكر جزاه الله عن العربية وأهلها خير الجزاء وأوفاه، فوجدته قد أثبتها إذا لم تبين، مش إذا لم تبين. أما الطبعات البقية فهي لم تبين، فيبدو أني نقلتها أولا عن طبعة أخرى ثم أنكرت ذائقتي كما أنكر شيخنا الشيخ محمود شاكر، فرجعت فوجدت والله الرجل رحمة الله عليه، فترحمت عليه فترحموا عليه جميعا. إذا لم تبين، مش إذا لم تبين، معذرة منك يا شيخ ياسر، أنت كتبت ما بعثته إليك، لكن هي العبارة كما وردت في طبعة محمود محمد شاكر، إذا لم تبين إذن، وأتم تكون بيانا إذا لم تبن. أحسبكم جميعا قد نقلتم هذا الكلام الجميل العالي الذي يبين لنا أن الحذف أحيانا يكون أجمل من الذكر. عرفنا جميعا أن الباب الذي نريد أن نلج فيه اليوم أن نتناوله هو باب الحذف والذكر، وهو باب جميل من أبواب البلاغة. ثمة صوت، أرجو أن تنتبهوا إلى الصوت. طيب، باب الحذف والذكر من أبواب ما يسمى بأحوال الإسناد، ولا بأس أولا أن أشير إلى أن الجملة في العربية أيا كانت إنشائية أو خبرية لا بد فيها من إسناد. الإسناد طبعا جملتنا في النحو اسمية أو فعلية، فالجملة الاسمية فيها إسناد، أنت تسند المبتدأ إلى الخبر، فالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند. أنت تقول العلم نافع، تسند النفع إلى العلم، فإذا دائما الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. وفي الجملة الفعلية عندما تقول ينفع العلم، فأنت تسند أيضا النفع إلى العلم، أصبح المسند إليه فاعلا والمسند هو الفعل. إذن الحدث بشكل عام هو المسند، سواء كان هذا الحدث فعلا أو خبراً، لأن الخبر غالباً ما يكون حدثاً أو ما يشي بأنه حدث أو وصف، فإذا المسند هو الحدث هو الوصف، والمسند إليه هو الاسم الجامد أو الاسم الفاعل مثلاً بأي جملة فعلية. هذا المسند والمسند إليه يعتريه تغييرات كثيرة، حذفاً وذكراً، تقديماً وتأخيرا، فصلا ووصلا، لكن الفصل والوصل حقيقة ليس بين مسند ومسند إليه، وإنما بين جملة كاملة وجملة أخرى نظيرة لها، ثم إيجازا وإطنابا، ثم ما يسمى بالقصر، وكل ذلك مما سنتحدث عنه، سنتناوله إن شاء الله في محاضرتنا هذه. نبدأ بالذكر والحذف. إذن الذكر والحذف لا يفوتني أن أشير إلى أنه ينبغي أن تقرأوا ما بقي من بحوث الإنشاء، وهما بحثان صغيران جدا، بحث التمني وبحث النداء، يعني أقل من صفحة، بحث آخر ما أنواع الطلب. نحن تكلمنا على الأمر والنهي والاستفهام، بقي الحقيقة التمني وآداته الأساسية، ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوعى فاشتريت. الشاعر قال لك يا ريت هيك شي نص كيلو شباب ثلاث واء
بالجمعية يبيعوني إياه لحتى هيك أرجع. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أنا وياك أتحسر، ها؟ عمري ما أتحسر. الحمد لله، وأنا كذلك والله. والله أنا أشعر أحسنت، أحسن الله إليك، وأنا أشعر بذلك والله. أشعر بأني في يعني كهولتي في 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 حال أحمد الله عليها ليل نهار، أحمد الله عليها. إلهي لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وهبتنا ورزقتنا. لكن الشاعر يقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هو طيب، سبحان الله. نعم. جميع توقفوكم على 23. على 23 ما شاء الله. لا تقتلوا الطفولة داخلكم. أبدا. فليكن دائما الشباب داخلنا. طيب، إذا التمني هذا هو. وعادة يكون التمني كما لاحظنا في البيت لشيء بعيد المنال. بعيد المنال. صعب أن أحصل عليه. أما الترجي فالعكس، يكون لشيء قريب المنال. لذلك أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا. ونستعمل للترجي عسى، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى إن شاء الله. وأملنا بالله كبير أن يفرج عن هذه الأمة كل كرب مسها وكل هم داهمها. ثم بعد التمني ستجدون بحث النداء وأدواته المعروفة: يا والهمزة وأيا وهيا إلى آخر أدوات النداء. ويفصل بحث النداء عادة بين ما هو نداء للقريب، فالهمزة للقريب: أبني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان قلنا لين. أي نعم، بنية مش أبنية. لكن أنت تقول أبني إذا كنت أبنية، يعني إذا تخاطب ابنتك عن قرب عن كثب، وتقول يا يا للبعيد. وقد ينزل البعيد منزلة القريب، والقريب منزلة البعيد في أحوال شرحها الكتاب. أعود فأقول بحثنا الأساسي هو الآن الذكر والحذف ودواعي الذكر. من دواعي الذكر نقول، يعني دائما أنا أجتزئ في الواقع، لا أذكر كل شيء، وحتى كتب البلاغة لا تذكر كل شيء، تعطيك مفتاحا لطريق تذوق الكلام وطريق جمال الكلام. من دواعي الذكر زيادة التقرير والإيضاح، كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في أوائل سورة البقرة أنت تقرأ ذلك فتقف عند قوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك. كان في الوسع مثلا أن يقال: وهم مفلحون، دون أن أعيد المسند إليه. المسند إليه هو المبتدأ أولئك، والمسند هو المفلحون. أولئك على هدى، بالأول على هدى، أولئك على هدى، هذا المسند، أولئك هو المسند، ثم أعاد المسند إليه: وأولئك هم المفلحون. فإعادة الذكر المسند إليه هنا إنما كان لزيادة التقرير والإيضاح. من دواعي الذكر التسجيل على السامع حتى لا ينكر. التسجيل على السامع حتى لا ينكر. في العقود مثلا أو في المحاكم يسأل هذا السؤال: هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا وكذا؟ فكل جواب: نعم أقر زيد بأن، يعني كان يكفي أن أقول نعم وانتهى، لأنه تعلمنا أن جواب هل يكتفى به بنعم أو لا للتصديق. لكن هنا يعيدون الجملة كاملة بمسندها والمسند إليه زيادة في التسجيل على السامع حتى لا ينكر أنه أقر بكذا وكذا وكذا، فهو يعني نوع من التسجيل حتى لا ينكر ما أقر به. أما الحذف فإن دواعيه كثيرة،
ومنها أولا إخفاء الأمر عن غير المخاطب، كأن تكون في جمع وتكون منتظرا لأحدهم فتقول أقبل وصل، ما في داعي تقول وصل زيد وتفضح الدنيا، لأنه يبدو أن الأمر فيه نوع من تكتم. فإذا أردت أن تخفي الأمر عن غير المخاطب تحذف هذا المسند إليه وتكتفي بالمسند أقبل. وقد تفعل العكس، تذكر المسند إليه وتحذف المسند لضيق المقام، وضيق المقام إنما يكون عن توجع أحيانا أو عما يشبه ذلك. أما التوجع فقد قال البلاغيون كقول الشاعر، قالوا قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. قال لي كيف أنت؟ فما قال أنا عدي عليل، حذف المسند إليه وأتى بالمسند مباشرة فقط. أصلا مسكين ما في حيل يجيب الجملة كاملة. أنت بتقول له لصاحبتك كيفك؟ تعبانة، ما في حيل تقول أنا تعبان. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. مشهد آخر، صورة أخرى، صورة صائد يتربص بصيده. ظهر الغزال، ما يقول غير غزال بس، لأنه إذا قال إجا الغزال طار الغزال راح. فالمسند فقط يذكر المسند إليه، هنا يحذف المسند ويبقي على المسند إليه لضيق المقام. غزال عم يصيده، إذن ظهر الغزال غزال بس، ضربه أرنب، وين الأرنب؟ طار. يعني إذا ما كان متربصا كل التربص وكفكف من كلامه، ما في مجال لزيادة الذكر. هنا الحذف أولى، الحذف يقتضيه المقام. ومن ذلك بدي أجل الأسئلة لما بعد المحاضرة، لأنه اليوم عندي أربع أبواب بدي أعطيها، أربعة خمسة، والله خمسة أبواب. من ذلك التعميم والاختصار، نحو قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. المفعول به أين؟ من هم الذين يدعوهم الله إلى دار السلام؟ كل الناس، هي دعوة عامة للأبيض والأسود، للأصفر والأحمر، لسائر البشر. والله يدعو إلى دار السلام، هي دعوة عامة. فالتعميم يقتضي أن لا يذكر المفعول هنا، أن يحذف جزءا أيضا مهما من الجملة. وعندما يكون المفعول وهو قيد، يعني نحن اتفقنا أنه المسند والمسند إليه هو الفعل والفاعل، لكن المفعول به عندما يكون في جملة فعلها متعد فهو من اللوازم التي ينبغي أن تذكر، وحذفه يشار إليه. فهذا من باب حذف المفعول. وعلى شاكلة ذلك أن ينزل بمناسبة المتعدي واللازم، أن ينزل المتعدي منزلة اللازم. في أفعال أحياناً هي متعدية، والمتعدي عند النحاة عندما درس النحو هو الذي لا يتم معناه إلا بذكر المفعول، الجملة ما زالت ناقصة إذا لم يأتي المفعول. مع ذلك فأنت تجد بعض الأفعال وقد حذف مفعولها وهي أتم تكون. اقرأ معي قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله أكبر، يعني علم هنا ما يحتاج أبدا إلى مفعول، لأن التفضيل والمفاضلة بين ذوي العلم وغيرهم أيا كان هذا العلم، يعلمون ماذا؟ ما بهم، لذلك أنا أقول دائما
وكان أستاذنا الدكتور شاكر يقول أنتم تضيقون على الناس حينما تزعمون أن علماء الشريعة هم العلماء فقط. لا يا أخي، العلماء أيا كان العالم. شيخنا الدكتور هيثم الخياط وهو طبيب جراثيمي وهو خطيب أيضا يعني، لكن كتب مقالا رائعا يقول لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفرقون بين علم دنيوي وآخر أخروي، وإنما كانوا يفرقون بين علم نافع وعلم غير نافع. فنسأل الله العلم النافع، متى كان العلم نافعا فهذا هو المطلوب، ومتى كان العلم غير نافع فهذا هو المنبوذ. اللهم إنا نسألك علما نافعا. إذن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حذف المفعول وفي حذفه جمال، وأي جمال؟ جمال وكمال في الواقع. من الحذف إسناد الفعل لغير ما أسند له أصلا كإسناده إلى نائب الفاعل. وكنت قد ذكرت هنا أن النحاة يتأدبون مع كلام الله فيقولون إنه مبني، مثلا الفعل المبني المجهول يقولون مبني لما لم يسمى فاعله. ما أجمل هذا، هو فعلا مبني لما لم يسمى فاعله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أو وقيل من القائل؟ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. حتما القائل هو أعرف المعارف، هو الله جل وعلا جل في علاه. وقيل يا أرض، لكنه مبني لما لم يسمى فاعل، لم يسمى الفاعل لأغراض بلاغية. وهذه الآية على فكرة فيها 20 نوعا من أنواع البلاغة، وقف عندها علماء البلاغة طويلة، بل إن بعضهم ألف كتابا أفرده لهذه الآية، هو كتاب ابن الجزري كفاية الألمعي في قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي. بس آية سورة هود يعني بيعرفها، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. آية جامعة مانعة اختصرت كلاما طويلا وقصة تطاولت إلى نحو 1000 عام. 1000 عام إلا 50 عاما، ما هيك سيدنا نوح لبث في قومه 1000 عام، إلا 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم، وجاءت هذه الآية لتختم المشهد بكلام لا أروع ولا أعلى ولا أجمل ولا أبدع. ما يكفيني الوقت حتى لأشير إشارات صغيرة. راجعوا الآية في كثير من كتب البلاغة وكتب التفسير، تجدوا كلاما معجبا رائعا جميلا يطرب له كل حر، يطرب له كل حر، وكلنا أحرار الحمد لله. نعم. وخلق الإنسان ضعيفا. من خلق الإنسان؟ خالق الإنسان. أسند الفعل إذن جعل لما لم يسمى فاعله، فهو مبني لما لم يسمى فاعله. من صور الحذف الشعرية، ونحن يعني ندرس الصورة الشعرية، نعنى بالصورة الشعرية تلك الأبيات الرائعات التي استشهد بها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حينما خاطب الأنصار فقال والله ما وجدت مثلا لنا ولكم، الأنصار الذين آووا ونصروا وآخوا ويعني فعلوا الأعاجيب مع المهاجرين من كرم الضيافة والأخوة والعلاقة الجميلة الآسرة. يقول والله ما وجدت مثلا لنا ولكم إلا ما قال طفيل الغنوي لبني جعفر بن كلاب، جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي. جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا
تلاقي الذي لاقوه منا لملت. الله أكبر. ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلت. يا ترى أدفأت من؟ يا ترى أظلت من؟ يا ترى ملت من؟ شوفوا المفاعيل التي حذفت فكان لها من الوقع ما لا سبيل إلى وصفه جمالا وبلاغة وعلو بيان. أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملت. لملت ماذا؟ لملت من الذي لاقته. فحذف المفعول. ثم وألجأوا، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا. ألجأوا من؟ ألجأونا، فجعلها مطلقة. هم خلطونا جاء بالمفعول، النا تبع خلطونا هي المفعول، ما هيك؟ أما هم خلطونا بالنفوس وألجأوا جعلها مطلقة وألجأوا، نعم، وإلى حجرات أدفأت. أدفأت من؟ أدفأتنا. وأظلت، أظلت من؟ أظلتنا. كل ذلك من حذف المفعول في موضع جميل رائع. أخيرا، ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. ولكن الرماح لا، هذا بيت لحاله. هذا البيت بيت جميل، نعم، يستشهد به أيضا على حذف المفعول. أجرت بمعنى منعت من المديح. ويقول ولو أن قومي أنطقتني رماحهم، يعني لو أنهم أبلوا بلاء حسنا في الحرب فجعل هذا البلاء لساني ينطق بمدحهم بالثناء عليهم بوصف بلائهم، نطقت، كنت نطقت، ولكن الرماح أجرتي. لكن الرماح وقفت في حلقي في لساني كما يقف العود. تعرفوا العود لما الفصيل الصغير ابن الناقة يجعل في لسانه عودا، يشق لسانه نصفين ويجعل فيه عود حتى لا يرضع من أمه، فبصير عنده ما يسمى بالإجرار. فهذا قال لك أنا لساني خلص دخله عود فامتنع عن النطق، لا أستطيع أن أمدح قومي لكن الرماح أجرتي. فالرماح هي التي أخرست لساني. ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. أجرت نعم. أصل الإجرار شق لسان الفصيل ووضع عود صغير بين الشقين كي لا يستطيع الرضاع. الباب الثالث طبعا الباب الأول هو الخبر والإنشاء، الباب الثاني هو الذكر والحذف، والآن نحن نمضي مع أبواب علم المعاني. الباب الأول الخبر والإنشاء، الباب الثاني الذكر والحذف، الباب الثالث التقديم والتأخير. طبعا في الأصل التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المبتدأ أولا والخبر ثانيا، وفي الجملة الفعلية الفعل أولا والفاعل ثانيا. يختل هذا الميزان لأمور ودواع نذكرها فيما يأتي. فمن دواعي التقديم مثلا التشويق إلى أمر متأخر، إلى المتأخر، التشويق إلى المتأخر، كقول الشاعر وهو شيخ المعرة أبو العلاء رحمه الله وغفر له، يقول: والذي حارت البرية فيه
حيوان مستحدث من جمادي، والذي حارت البرية فيه جاء باسم موصول. اسم موصول دائما يحتاج إلى صلة. كل ذلك ليأتي بعد ذلك في الشطر الآخر بالخبر. والذي حارت البرية فيه، ما هو؟ حيوان فهذا نوع من التشويق، هذا نوع من التشويق أنت تجده في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنما يخشى الله أمر آخر، هناك حصر، هناك التقديم والتأخير أعطى فائدة رائعة جميلة، لكنها فائدة الحصر أو القصر، وسنأتي عليه سنأتي عليه. لكن هون نوع من التشويق: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأخر الخبر للتشويق إليه. ثانيا تعجيل للخبر وليس المبتدا: إن أكرمكم، قالوا خبر إن لا يقدم، لا يقدم إلا إذا كان شبه جملة. الخبر إذا وجدته مقدما فاعلم أنه استبدل، فجعل هذا اسما وذاك خبرا. فطبعا هنا استوى الأمران باعتبار أن كليهما معرفة، فأنت تستطيع أن تقول هذا مبتدا وهذا خبر لكليهما. لكن بحالة إن ما تقوله يعني لنقل تذوقا يمكن، أما صناعة فقد منعوه في الصناعة النحوية، فقالوا لا يقدم خبر إن على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. شبه بل الخبر، أنا عندي مشان ريح الطلاب بقول لهم الجار والمجرور هو الخبر على مذهب الكوفيين، لأنه إذا بدي أذكر المتعلق وكذا بيتعقدوا الطلاب. دكتور عبد اللطيف طبعا يذهب نعم أعلم ذلك يقينا، وكل المذهب علمائنا في الشام كل دائما علمونا أنه الجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف. لكن يعني ظاهر عبارة النحاة أنه هذا الخبر، فأنا تسهيلا فقط أقول شبه الجملة هي الخبر. لما تقول الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله هو الخبر، فهذا تفصيل الكلام: جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره موجود. لكن هذا الموجود هل وجد في مرة من المرات؟ ولا مرة وجد. إذن خلاص قول هو الخبر وانتهى، هو شيء ذهني، شيء عقلي، شيء متصور. فلذلك أنا اختصارا أقول هو الخبر وفكها الله. طيب من دواعي التقديم أيضا تعجيل المسرة أو المساءة، تعجيل المسرة أو المساءة. فتعجيل المسرة يا دكتور ياسر لك المكافأة، المكافأة نزلت، ما بقول لك نزلت دغري بعطيك المكافأة، بتفرح بيفرح قلبك انت، بتنبسط انه اخيرا 7 أشهر صرنا عم مقدمين المحاضرة ولا كذا، وين المكافأة؟ فبقول لك المكافأة نزلت، فبقدم لك ما يسرك اكثر. والعكس صحيح، اذا واحد والعياذ بالله متهم بيقولوا له القصاص حكم به القاضي، القصاص حكم، فبيقدموا له ما يزعجه، فكمان هي فيها تعجيل للمساءة بعكس تلك. من دواعي التقديم كون المتقدم محط الإنكار والتعجب، كقولك مثلا: أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟ أبعد، ما قال تنخدع بهذه التجارب بعد طول التجربة، بدأ بهذا الذي فيه نوع من الإنكار، نوع من التعجب، وأتى بالجملة أو بالمسند والمسند إليه بعد طول التجربة. شوف الأبيات هي اللي تهز الوجدان والضمير من الداخل، أبيات أم ثواب. من يعرف أم ثواب؟
أم ثواب، تلك الأم التي خاطبت ولدها أو قالت عن ولدها ربيته، ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام، ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام، يعني كلياته عبارة عن معدة، بس أم الطعام أي المعدة المعدة، ترى في جلده زغبا حتى إذا آضك الفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا أنشى يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبيا تبغي عندي الأدب، أنشى يمزق أثوابي يؤدبني أبعد شيبي عندي تبتغي الأدب. طبعا يلي أغرته بالتأديب الأم هي الزوجة، قالت له أمك يعني بدها تأديب، فأنشى يمزق أثوابي يؤدبني. هنا الشاهد أبعد شيبي، هلا هلا جاي تربيني أنت يلي أنا ربيتك مثل الفرخ وطعميتك وشذبتك وكبرتك وكذا وكذا، أبعد شيبي عندي تبتغي الأدب. هنا إنكار، إنكار، فقدم ما يوحي بهذا الإنكار وأخر الجملة برمتها. أخيرا التخصيص نحو ما أنا قلت، ما أنا قلت ونحو إياك نعبد، وللتخصيص كلام آخر سوف نعود إليه عندما نتكلم على القصر، لأن التخصيص هنا أفاد القصر، وما أجمل القصر في مثل هذه الجمل. وهذا أوان الكلام على القصر، الباب الرابع. الباب الرابع هو القصر، والقصر في البلاغة تخصيص شيء بشيء، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، يعني هذا التخصيص إنما كان باستعمال وسيلة أو طرائق لا بد أن نعرفها، وطرائق القصر أشهر طرائق القصر أربعة، أولها يا ريت تساعدنا يا دكتور بكتابة مخطط فقط قصير للقصر، القصر بالنفي والإثبات أي ذكر ما وإلا، وثانيها القصر بإنما، إنما التي هي كما يقول النحاة كافة ومكفوفة، متى دخلت ما الكافة على إنما، على إن آسف كفتها عن العمل، وقلنا إنها كافة ومكفوفة. الله يذكره بالخير أستاذنا ويمسيه بالخير أستاذ محي الدين سليمة، يقول كافة ومكفوفة وبالورقة ملفوفة حتى نحفظها وحفظناها يعني، بس ما بنحط لحنا على الطرس بالورقة ملفوفة، بس بنقول كافة ومكفوفة. لكن فأنت عجيبة تكفها عن العمل ثم أيضا تزيل اختصاصها عن بالجملة الإسمية، إن بالأصل لا يمكن أن تدخل إلا على جملة إسمية، فإذا دخلت عليها ما صارت مشاعا تدخل على الإسمية إنما المؤمنون إخوة، وعلى الفعلية
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما فتصيب تدخل على الجملة الفعلية أيضا، لكن يبقى فيها معنى لا يمكن أن تحصله في إن وحدها. إن تفيد التوكيد، أما إنما فتفيد هذا الحصر أو القصر. طبعا هنا أذكر الآية الكريمة التي تفضلت بها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا حصر الخشية في العلماء، طبعا تمام الخشية، الخشية الحقيقية إنما تكون عند العالم، سواء كان العالم الذي درس الكواكب والأفلاك والشمس والقمر وهذا الكون العجيب بخلقه بتدبيره بدقته بجلالته ب ب ب إلى آخره، فالعالم الذي درس كل ذلك يكون أكثر خشية لله لأنه وقف على هذه الحقائق. الطبيب الذي دخل في كل صغيرة وكبيرة في هذه الخلايا في تلك الشرايين في تلك العروق، هذا أكثر خشية لله لأن ما يراه شيء معجب، شيء لا يمكن أن يفعله إنسان، هو لا شك من صنع الخالق جل وعلا. فلذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا وعالم الشريعة من أشد الناس خشية لله لما يعرف من أحكام الشريعة من حلالها ومن حرامها ومن فقهها ومن تفسيرها إلى ما هنالك من العلوم. طيب أخيرا أو ثالثا، الحصر ببعض حروف العطف كلا وبل ولكن. لا من حروف العطف، نحن نعرف حروف العطف الواو والفاء وثم وأو، هذه أشهر حروف العطف، لكن من حروف العطف أيضا القليلة الاستخدام بعض الشيء، لا النافية، أنا شاعر لا ناثر، الأستاذ مثلا بيقول أنا قاص لا روائي، بيألف القصص القصيرة أو الطويلة، أنا كاتب لا شاعر. فأنت هنا تقصر نفسك على شيء وتنفي عن نفسك شيئا آخر. أبو تمام في رائعته البائية التي مطلعها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، يقول والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهوب. العلم وين؟ في المعركة، العلم بال 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 بالسيوف بالأرماح، هو العلم مو بالتنجيم، لأنه قالوا للمعتصم إياك أن تغزو الآن فإن النجوم تخبرنا أنه لا يصلح الغزو في هذه الأيام، أجلها إلى نضج التين والعناب. 60,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. الله أكبر يا أبا تمام، رحمك الله يا أبا تمام، ورحمك الله يا المعتصم، يا من أنجدت تلك التي استغاثت واستجارت والتي صرخت صرخة مدوية، ف
فسمعتها فكان جوابك ما ترى لا ما تسمع. نعم أحسنت، أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. نعم، إذن ثم يقول في نهاية القصيدة أيضا بيتا جميلا: إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلبي، شوفوا لا السلبي ما أحلاها، في المسلوب همتها، يحصر همتها في المسلوب لا فيما تريد، ما تغتنم من غنائم، ما تبحث عنه من سلب، في المسلوب لا السلبي. أخيرا في تقديم ما حقه التأخير، هنا تقديم ما حقه التأخير من آخر الطرق في القصر. نعود إلى الاختصاص، كنا سميناها الاختصاص، هو اختصاص وهو قصر في الواقع. عندما تقول في فاتحة الكتاب تخاطب ربك جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، كان في الوسع أن تقول نعبدك ونستعين بك، لكن لو قلت هذا لكان المجال قابلا لأن نعبد غيرك، نعبدك المجال مفتوح، لكن إياك نعبد أغلق المجال، أي لا نعبد إلاك يا رب، إن صح التعبير هنا بدخول إلا على كاف صح، لا نعبد إلاك، إذن أنت قصرت العبادة عليه سبحانه. هذا التقديم أفاد ما لم يفده التأخير أبدا. وتدبر معي إن شئت قوله تعالى في آخر سورة الملك: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. انظر يا رعاك الله إلى هذا الجار والمجرور، آمنا به، إيه هذا أوضح، آمنا به. علمونا في النحو أن نعلق الجار والمجرور بالفعل أو بما يشبه الفعل، فأنت تعلق به بآمنا، أليس كذلك؟ وحقها أن تجد تأتي، أن يأتي حق الجار والمجرور أن يأتي متأخرا عن فعله الذي تعلق به، فلماذا قدمت هنا عليه على توكلنا؟ للحصر والقصر، لأننا لا نتوكل إلا على الله. أما الإيمان فدونك شعب الإيمان، نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إذن الإيمان متعدد، فآمنا به الطريق مفتوح، المجال مفتوح ويحتمل الإيمان كله، لم أغلق، آمنا به المجال متسع لكل أنواع الإيمان، لكن ما قال وتوكلنا عليه كما قال آمنا به وتوكلنا عليه، لا، وعليه بس فقط، لا نتوكل إلا على الله سبحانه، فحصر التوكل بالرب جل وعلا وعليه توكلنا. أرأيتم كيف التقديم والتأخير يصنع ما لا يصنعه الكلام العادي؟ لو بقي الكلام عاديا لكان حمالا لأوجه، أما تقديمنا للجار والمجرور هنا فقد حصر الاعتماد أو التوكل بالله جل وعلا. أنواع، إذن هذه طرق القصر، أرجو أن نكون على بينة منها، لأنني سأقف على هذه الطرق في كثير من الأمثلة، فمتى رأيت مثالا فيه نوع من أنواع القصر فالأعلم أنه لا بد أن يكون هناك طريق من هذه الطرق. ومن الطرق أيضا التي ذكرها علماؤنا ضمير الفصل، ضمير الفصل، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، شوفوا أنا هنا ما أجملها، أيضا أفادت القصر، هذا بيسموه ضمير فصل لا محل له من الإعراب عند النحاة، لا محل له من الإعراب، ضمير الفصل فقط يقال ضمير فصل للتأكيد، لكن لا محل له من الإعراب، وإلا لو كان له محل في ناس حتى لما يعني لاحظوا إذا كان الواحد ليس من المرددين لسورة الكهف لا يقرأها كل جمعة، اللهم ألهمنا أن نداوم عليها، فبيقرأ لك إن ترني أنا أقل، أنا سمعنا كثير، أنا مقرئ يعني، أنت فكر أنه أنا مبتدأ وأقل خبر، لا يا أخي ليس أنا مبتدأ أبدا، إن ترني أنا هي ضمير فصل
أقل هو المفعول الثاني لترني، أقل منك مالا وولدا. أنواعه للقصر نوعان: قصر موصوف على صفة، أو قصر صفة على موصوف. قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف. فالأول كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الجملة: وما محمد إلا رسول، قصرت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي على الرسالة، قصرته على الرسالة. لا، ما قصرت الرسالة عليه، ما قلت وما الرسول إلا محمد. لو قلت وما الرسول إلا محمد كنت قصرت الرسالة عليه، كان هو الرسول الوحيد. أنا ما أريد أنه هو الرسول الوحيد، لا، هو ليس الرسول الوحيد، هو رسول فقط. يعني طبعا مراد الآية حتى تبين لك أنه إذا مات أو قتل ما يعني أي هو بلغ هذه الرسالة التي هي وظيفته. إذن ما وظيفته إلا الرسالة، فقصر إذن الموصوف على الصفة، قصر محمدا هو الموصوف على صفة الرسالة. والعكس الشاعر إلا حسان، ها؟ ما الشاعر إلا قصر. بالعكس أنت عملت هلا، خليني بالأولى. إذا بدك تقول ما حسان إلا شاعر، قصرت حسان على الشعر، هو شاعر بس. لا تطالبه أن يكون شجاعا في المعارك، لا تطالبه أن يكون مقداما، أن يكون جوادا، أن يكون هو شاعر. قصرت حسان، ما حسان إلا شاعر. الموصوف هو حسان، والصفة هي شاعر. الموصوف على الصفة، ساعتني بالأولى، موصوف على الصفة. خلصنا مشان ما نخلط بيناتهم. ثانيا، قصر صفة على موصوف. صفة على موصوف كأن تقول كما في قوله تعالى: إنما إلهكم الله. إنما إلهكم الله، قصر الألوهية على الله، قصر الألوهية، صفة الألوهية، صفة قصرها على الله وليس العكس. لو قلت ما شاعر إلا فلان، ماذا فعلت؟ صفة على موصوف، صفة اللي هي شاعر على فلان يلي ذكرته. طيب الآن أقسام القصر، للقصر ثلاثة أقسام. أولها قصر القلب، وثانيها قصر إفراد، قصر قلب وقصر إفراد، وثالثها قصر تعيين. أما قصر القلب فللرد على من يعتقد عكس ما تقول، ثمة شيء تريد أن تقرره فتريد أن تقرره على من يعتقد العكس، كما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوف الرد: ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم، شوفوا ضمير الفصل، ألا إنهم هم، كيف نعرب هم؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. أفاد القصر، ماذا أفاد؟ إن أفادت التوكيد، وهم أفادت القصر، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثمة موضعان ينبغي فيهما الوصل، يعني لا بد أن نضع الواو، لا يستقيم الأمر دون
ذكر الواو. أما أولاهما فإذا اتفقت الجملتان خبرا وإنشاء، خبرا أو إنشاء ممكن تتفق، يا إما أن تكون الجملتان خبريتين أو أن تكون الجملتان إنشائيتين إذا اتفقتا بهذا، وكان بينهما جهة جامعة أو مناسبة تامة، جهة جامعة تجمع بينهما، ولم يكن مانع من العطف، ولم يكن مانع من العطف. صار في شروط إذن، ليس الأمر على إطلاقه. الجملتان كلاهما من نوع واحد، كلاهما جملة خبرية أو كلاهما جملة إنشائية، ثم أنت تعطف، ثم أنت تجد مناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية، ولا تجد ما يمنع، لأنه هلا سيمر معنا أن هناك موانع حتى إذا اتفقت جملتان خبرية وخبرية، لكن إذا كان المانع موجودا لا تعطف، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. جملتان خبريتان ثمة تناسب وعلاقة معينة بينهما تعطي ثواب الأبرار في النعيم وتصف ثواب الكفار أو الفجار في الجحيم، فهذه هي المناسبة، مناسبة كلام عن جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، لذلك هنا لابد من العطف، لا يستقيم الأمر إلا بالعطف. وفي قوله تعالى مثلا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا، هذه جملة إنشائية أم خبرية؟ إنشائية. إنشائية فيها نوع من أنواع الأمر، شو هو النوع اللي ذكرناه؟ لام الأمر مع الفعل المضارع، جاء الفعل الأول ثم جاء الفعل الثاني وبينهما مناسبة، مناسبة أنه مناسبة ما يفعله المرء إذا ضحك قليلا، بمعنى إذا ضحك كثيرا بمعنى فرط في ما هو مطلوب منه ونسي وتغافل و وليبكوا كثيرا. فليضحكوا قليلا، يضحكوا قليلا الآن في دنياهم وفي أخراهم ثمة بكاء طويل. إذن هنا مناسبة وهنا عطف جملة من نوع على جملة من النوع نفسه، فذكر الواو واجب. يكون ذكر الواو واجبا أيضا إذا كان حذفها يغير معالم الكلام ويغير المقصود، يؤدي إلى خلاف المقصود تماما، كما في القصة الرائعة الجميلة التي أظنني ذكرتها هنا عندما ذكر الفصل الوصل عن سيدنا أبي بكر، عندما رأى الأعرابي ومعه الثوب فقال: أتبيعه؟ قال: لا رحمك الله. فقال: قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون، هلا قلت لا ورحمك الله؟ لما قال له لا رحمك الله عم يدعي عليه، هو يريد أن يدعو له، فدعا عليه الأخ، فقال: قد قومت ألسنتكم لو تستقيمون، هلا قلت لا ورحمك الله. فالواو هذه تجعل الدعاء خالصا له لا عليه، وانظروا يا رعاكم الله بين له وعليه، هذه له وعليه فيها طباق سندرسه، في أحيانا الطباق يكون بحرف بس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، سبحان الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت هي جزاء لها ثواب وعليها عقاب، بين على وبين اللام صار في طباق كالطباق الذي نجده في الليل والنهار، في الحياة والموت، في الكبير والصغير، في الطويل والقصير، في الألفاظ المتضادة، حتى الحروف فيها تضاد وفيها طباق. من جميل ما يروى أن المأمون الخليفة العباسي المشهور قال لأحد العلماء عنده: هل تغديت يا فلان؟ فقال: لا، وأيد الله أمير المؤمنين.
فقال المأمون: ما أجمل هذه الواو، ما أجمل هذه الواو. شو قال لما جاوبوا؟ ما قال له لا أيد الله أمير المؤمنين، قال لا وأيد الله أمير المؤمنين. فكي لا يظهر الكلام وكأنه دعاء عليه، كي لا يتوهم المرء أنه يدعو عليه، والتوهم وارد جدا، لولا هذه الواو لانصرف الكلام إلى الدعاء عليه لا له. قرأ الصاحب ابن عباد هذه أو هذا الخبر فقال: ما أجمل هذه الواو، والله إنها أجمل من واوات الأصداغ في وجوه الملاح. من يعرف واوات الأصداغ؟ هذا الشعر الذي تجعله الحسناء الجميلة على تلفه، من زمان كانوا يعملوا تسموه بيرم انتو ولا تسموه؟ لا هذا البيرم غير، فهذا بصير بلف هون يرسم واوا على الأصداغ، واو هيك، ها يقول هذه الواو والله أجمل من هذيك الواو، مع أنه ما في أجمل من هذيك الواو، يعني واو عادة يتغزل بها، واو الشعر هذا الملفوف على الوجه الجميل. فيقول الصاحب: والله إنها أجمل من واوات الأصداغ في خدود الملاح. طيب، لابد من خلط البلاغة بشيء من هذا حتى يعني نخرج أحيانا من بعض الـ 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 الجفاف إن كان فيها جفاف. مواضع الفصل الآن، متى نفصل بين الجملتين؟ نفصل بين الجملتين وجوبنا، نذكر هذا الأمر وجوبنا، يعني مو على كيفنا، ينبغي أن نفصل، بمعنى ينبغي أن لا نعطف. إذا كان أولا بين الجملتين اتحاد تام، عجيب، اتحاد تام ومنفصل، نعم هذا الاتحاد إذا كانت الجملة الثانية مفسرة للأولى أو بدل من الأولى أو بيان للأولى أو شايفين، يعني في بيناتهم اتحاد، لكن هذا الاتحاد اتحاد اتباع التوابع في العربية، البدل، العطف، الصفة، النعت، ويضيفون إليها عطف البيان، عطف البيان الذي هو بيان الشيء في كقول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر، هذا يسموه عطف بيان، عطف بيان. طيب، البدل كقوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين. شو هذا الذي أمدكم به؟ شوفوا الجملة الثانية بدل من الأولى، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأموال وبنين، فأبدل فجعل الجملة الثانية بدل، ما بصير تقولوا أمدكم، لأنه لو قلت وأمدكم صارت كأنه أنت عم تجيب أشياء آخر مغاير، لا هي مو مغاير، هو الذي أمدكم به، أمدكم به بما تعلمون، هذا الشيء الذي تعلمونه أمدكم بأنعام وبنين. الثانية أن تكون الجملة الثانية بيانا للجملة الأولى كقوله تعالى: فوسوس له إليه، آسف، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ انتبهوا، ما يجوز أبدا هنا أن يذكر واو العطف. فوسوس إليه الشيطان وقال، لا، الوسوسة هو هذا، هي هذا القول، فوسوس إليه الشيطان، ما الوسوسة؟ قال: هل أدلك على، إذن تفسير هذه الوسوسة، بيان هذه الوسوسة هو قوله تعالى: قال هل أدلك على شجرة الخلد. ما يجوز أبدا هنا أن يكون هناك واو عاطفة، لأن الجملة الثانية بيان للجملة الأولى. أخيرا التوكيد: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل، أمهل، أمهل تؤكد الجملة الأولى، تؤكد فمهل. دعونا نقف عند بعض الصور الشعرية لابد ولو بصورة سريعة، صور شعرية من أنواع الفصل عندما يكون بين الجملتين اتحاد تام في كمال اتصال، هذا يسموه كمال الاتصال، الاتحاد تام بالجملة الأولى والجملة الثانية.
حينما تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى، كقول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. لاحظوا، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا. جملة لا تقيمن عندنا أليست بدلا من جملة ارحل؟ ارحل. أقول له ارحل، ثم أردف قائلا لا تقيمن عندنا. ما بصير تقول ارحل ولا تقيمن، لأنه جملة لا تقيمن هي بدل من جملة ارحل. وكقول الشاعر في التأكيد: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لبارك الله بعض العرض بالمال. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، فلا أدنس هو توكيد لأصون، أصون لا أدنس، والمعنى نفسه لكن عبارة عن توكيد. وكقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي قبل شجاعة، قبل أن تقدم، قبل أن تجترئ، قبل أن تتورط، فليكن هناك حكمة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول، أي الرأي، وهي المحل الثاني. فهو أول وهي المحل الثاني، هذا عبارة عن تأكيد للشطر الأول. عطف البيان، كقول شيخ المعرة: الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فبعض لبعض هو أيضا عطف بيان على الناس للناس، الناس للناس بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وأخرى: ما شاء الله عليك، عن المتقارب قال الخليل. نعم. وبالمرة: وما الشعر إلا من رواة قصائدي. ها المتنبي: إذا قلت شعرا وما الدهر، آسف أنا قلت ما الشعر، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. الجملة الثانية هي توضيح وعطف بيان للجملة الأولى. ثانيا: التباين التام. هلا الأولى فيها الاتحاد التام، أي تمام الاتصال، والثانية تمام الانقطاع، العكس يعني، ومع العكس لا يجوز العطف. التباين التام إما لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، فالأولى مثلا خبرية والثانية إنشائية، كقول الشاعر، كقولنا مثلا: مات فلان، هذا خبر، رحمه الله أدعو له، مات فلان رحمه الله. الجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية، أدعو له، فهذه لا يجوز فيها العطف. لا تسأل المرأة عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر. لا تسأل المرأة، هذه جملة إنشائية فيها نهي. لا تسأل المرأة عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر. وكقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون جملة خبرية جاءت بعد جملة إنشائية، وأعدوا أمر، فجاءت الخبرية هنا بعدها، فلا يجوز أن نعطف الثانية على الأولى. ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، تقصد رباط الخيل؟ إيه طبعاً، هذا من عطف، سيأتي الآن بمعنى، سيأتي ببحث الإطناب أن تعطف العام على الخاص أو العكس، الخاص على العام، فهذا وارد وكثير في كتاب الله وفي الشعر وفي كلام العرب. كون الجملة ثالثاً بيسموها شبه كمال الاتصال، حكينا عن تمام الانقطاع وتمام الاتصال، هلأ شبه كمال الاتصال
إذا كانت الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ في الأولى. جاءت الجملة الأولى مثلاً في قوله تعالى وما أبرئ نفسي، يسأل سائل لماذا؟ إن النفس لأمارة بالسوء. علماء النحو هم بيقولوا في جملة فيها استئناف بياني، يلي درس النحو وإعراب الجمل والجملة الاستئنافية ما هيك، يقولون هنا الاستئناف البياني هو جواب عن سؤال مقدر، وهذا السؤال يفرضه السياق. وما أبرئ نفسي، طيب لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء. إن النفس، فجاءت الجملة الثانية جوابا لسؤال مقدر. هذا يسمى عند علماء النحو بالاستئناف البياني، ويسمى عند علماء البلاغة بوجوب، أو ينبغي عند علماء البلاغة هنا أن نفصل تماما وألا نجمع بين الجملتين بحرف عطف. من هذا بيت الشعر الذي رددته في هذه القاعة وقلت إن بشار بن برد قاله أمام خلف الأحمر فأنكر عليه خلف الأحمر عندما قال بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، فقال خلف هلا قلت بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا فالنجاح في التبكير، فقال إنما أردتها أعرابية إيش؟ وحشية، ولم أردها مولدة. فالمولدون عندهم هذا الكلام بيصير عند المولدين، أي عند الذين لم يرضعوا من لبان الفصاحة العالية يلي إجوا فيما بعد خالطوا العجم وخالطوا الموالي وفسدت سلائقهم ولغتهم وانحطت عن درجة البيان والبلاغة والعلو، بتمشي عندهم، أما عندي أنا ما بتمشي. قال له عندي ما بتمشي. بكرا صاحبي قبل الهجير، كأن سائلا يسأل لماذا؟ ليش يا بكيرة؟ إن ذاك النجاح في التبكير. فجاءت الجملة وكأنها استئناف بياني، لا يحتاج إلى واو ولا يحتاج إلى فاء، لأنها تعلل التبكير دون واو أو فاء. هو قال له بكيرة فالنجاح في التبكير؟ إيه، خلف اقترح عليه والوزن بيصلح، قال ألا قلت بكرا صاحبي قبل هجيري بكرا فالنجاح في التبكير، ألا قلت ذلك؟ قال أردتها أعرابية وحشية، ولو أردتها مولدة لصنعت. لو هذا من كلام المولدين بصح هذا اللي أنت عم تفضل فيه ممكن. قال فقبل رأسه، وبيعرف هذا يعني شيطان بيعرف، قال فقبل رأسه. نعم. رابعا، أن تسبق جملة بجملتين يصح فيهما عطفهما على إحداهما لوجود المناسبة ويمتنع الأخرى. أحيانا يأتي الكلام فيه جملتان وتأتي الثالثة، هذه الثالثة يصح أن تعطف على إحدى الجملتين، لكن ما بيصح على الثانية. قال لك عندها يمتنع العطف من أصله، حتى لا يتوهم السامع أنك تعطف على الثانية. مش عرفه هو أنك عم تعطف على الأولى، ف كي لا يتوهم السامع الفساد في المعنى نمنع العطف من أصله. اقرأوا معي قوله تعالى هذيك اللي قبلها في قوله تعالى هنا في بيت شعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، بعيد البيت، وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. لو أنه عطف أراها يعني وأراها، لتوهم المتوهم أن هذا العطف على أنني أبغي بها، أنني أبغي بها وأراها، هذا ما بصح، يفسد معنى. هي نعم بصح أن تعطف على الأولى وتظن وأراها بصح، لكن كي لا يذهب الظن إلى أنك تعطف على الجملة الثانية منع العطف من أصله. ألا كنا لا يجوز العطف حتى لا يتوهم السامع أنك تعطف على الجملة الثانية فيفسد المعنى.
تظن أني أبغي بها بدلا وأراها، تظن ما بصير الكلام. نعم، ننتقل إلى الباب السادس وهو الأخير، الإيجاز والإطناب والمساواة، وبها نختم إن شاء الله بهذا البحث، نختم محاضرة اليوم. الإيجاز والإطناب والمساواة. نبدأ بالمساواة لأنها أسهل هذه الأمور. المساواة أن يساوي اللفظ المعنى، فلا زيادة ولا نقصان، بحسب اللفظ المعنى. يضربون على ذلك مثلا في العادة تلك الأبيات الرائعة التي تقول: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم المطايا ركابنا رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. ويعدونه من أجمل الكلام الذي ساوى لفظه معناه، وهو يعطيك صورة جميلة رائعة لقفول الحجيج من أركان الحج بعد أن فرغوا من الرمي وتحللوا. ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح وشدت على دهم، على الخيول يعني الدهم، على دهم المطايا رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. أما الإيجاز فأن يذكر المعنى بأقصر لفظ ممكن، أقصر لفظ، أن يؤدى المعنى المراد بأقصر بأوجز لفظ ممكن. وهذا كثير في كلام العرب وفي القرآن الكريم وفي الأمثلة أكثر من أن يحصى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، من جوامع الكلم، بس إنما الأعمال بالنيات لا ضرر ولا ضرار، من جوامع الكلم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذه الجوامع، هذه جوامع الكلم كلها عبارة عن أحاديث ذات كلمات معدودات ومعان لا تحصى. ألا إن القوة الرمي. من ذلك في الشعر قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي فقد وقف واستوقف وبكى واستبكى في شطر واحد. قفا نبكي، بل بكلمتين. قفا هو لو ما وقف ما كان قفا، القفا، فإذا وقف واستوقف قال. وقال علماء النقد في هذا: كان أول من وقف واستوقف، لأنه كل الشعراء بعدين كروا على مثاله يقفون على الأطلال، لابد، ما يصير الشاعر يقول قصيدته دون أن يقف على الأطلال. لكن امرؤ القيس كانت له الريادة في هذا، فقد وقف واستوقف وبكى واستبكى واستمر يناشد صاحبيه: قفا نبكي من ذكرى حبيب، وذكر الحبيب والمنزل، ذكر الحبيب والمنزل. عمر بن عبد العزيز، تعرفون عمر، رحم الله عمر، كان يعني جاء في فترة رائعة جميلة، فيعني صنع صنيع الصدر الأول من الخلفاء عدلا وسماحة وفتحا. قال لأحد عماله، كتب عبارة موجزة: كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت، ارحل. كثر شاكوك وقل شاكروك، جملتين، والجواب تبعهم: فإما اعتدلت وإما اعتزلت، بس كفي، بده أكثر من هيك؟ بس أتذكر أبو جعفر المنصور كتب إلى والي مصر، من كان للنيل شح، ها؟
عسكرك من الفساد يأتيك النيل القيام. بس طهر عسكرك يأتيك النيل. الحجاج يخبرنا أنه لما طلق زوجته أرسل إليها من يبلغها الطلاق بكلمتين فقط: كنت فبنتي. فقالت: كنا فما حمدنا، وبنا فما ندمنا، ولك العشرة آلاف. بعت العشرة آلاف، قالت له: لك العشرة آلاف على بشارتك بالطلاق، خليهم عشانك. فهي ما يعني منيح اللي اجت منك بركة. كنت فبنتي. يلا قالت له: كنا فما حمدنا، وبنا فما ندمنا، ولك. وهذه العشرة آلاف عبارة عن لك ببشارتك بطلاقي. ثالثا الإطناب، بعد المساواة والإيجاز نقول الإطناب. الإطناب أن يزيد اللفظ على المعنى المقصود، أن يزيد، أن تؤدي المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة. كقوله تعالى: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شوفوا، هو يريد أن يقول: أنا كبرت على أن يعني يكون لي ولد. فما قال كبرت، استعمل أكثر من جملة لتدل على كبره، على هرمه، على بلوغه السن العالي. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. فهذا عندهم من الإطناب الجميل، الإطناب المحمود، الإطناب العالي، الإطناب البليغ. الشاعر يقول: وأعلم زهيرة علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. طيب الأمس يا أخي، من قال لك الأمس بيكون بعده؟ أكيد قبله. هذا أيضا إطناب، لكنه إطناب محمود. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، قال لك. فإذا ذكر في الكلام كلمة مفهومة من السياق، ولكنه نوع من الإطناب. مثله قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. بما يطير الطائر إذن؟ ولا يطير إلا بجناحيه، لكنه من الإطناب المحمود الجميل. قال: أبلغ في تأكيد الكلام، ولا طائر يطير بجناحيه. دواعي الإطناب والإيجاز: من دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ، من دواعيه تقريب الفهم، من دواعيه ضيق المقام، من دواعيه الإخفاء، من دواعيه سآمة المحادثة. والعرب تقول: رب إشارة أبلغ من عبارة. رب إشارة أبلغ من عبارة. وسئل أبو عمرو ابن العلاء سيد القراء، أبو عمرو ابن العلاء سيد القراء، واحد من عظماء علماء العربية ورواتها، سئل: أكانت العرب تطيل؟ قال: نعم لتبلغ. فقيل: أفكانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها. إذن في إطناب وفي إيجاز، وكل له مقامه. وقد قيل في تعريف البلاغة، قال المفضل الضبي: قلت لأعرابي: ما البلاغة عندكم؟ فقال: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل. الإيجاز من غير عجز، يعني ما هو ما يوجز لأنه لا يستطيع أن يطيل، لا. الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل. أما دواعي الإطناب فتثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد. أختم بأقسام الإيجاز. فالإيجاز إما أن يكون إيجاز قصر، وإما أن يكون إيجاز حذف. إما أن يكون إيجاز قصر أو إيجاز حذف. إيجاز القصر ليس فيه حذف، لكن الكلام فيه كما نقول نحن مركز مكثف، لا حذف فيه، ولكن هناك الجملة التي كما مثلنا كثيرا لها يعني ظلالها، لها معانيها الكثيرة، فما يحتاج إلى حذف، هي مكثفة. كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة.
ولكم في القصاص حياة. ما حذف شيئا، ولكنه أوجز يعني حكما عظيما، وفيه تطبق يعني تنتج عنه أحكام وأصول بعبارة لا تتجاوز 14 حرفا، ولكم في القصاص حياة. من ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قالوا هذه أجمع آية في كتاب الله، لخير يمتثل أو شر يجتنب. والثاني، النوع الثاني من أنواع الحذف، الحذف بالآسف الإيجاز، الإيجاز بالحذف. هنا إما أن يحذف حرف، أو تحذف كلمة، أو تحذف جملة، أو تحذف جمل. فحذف الحرف كقوله تعالى والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وإذا رمنا عند أهل الروم، وين القراء؟ الشيخ فواز مو عندنا اليوم، الشيخ ياسر بكفي. والليل إذا يسري، يسري أن تأتي بجزء الكسرة، هنا في ياء. هل هناك داع نحوي يا أهل النحو يا أم محمد، هل هناك داع لحذف الياء؟ ما في داع. إذن فواصل الآيات، رؤوس الآي، دعتنا إلى هذا الحذف، وهو حذف جميل رقيق خفيف، يسري بدون ياء، وأمثاله في القرآن كثيرة. من الحذف حذف الكلمة كقوله تعالى، أو كقول نعم وظلها دائم، أيضا نعم وظلها دائم. قول امرئ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لذلك وأوصالي، حذف كلمة أي لا أبرح. ومثلها في سورة يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ تذكر، فحذف اللا. إذن حذف كلمة، اللا اللي هي حرف هي كلمة في الواقع، فهذا من حذف الكلمة. من حذف الجملة قوله تعالى فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أي فيقال لهم. ففي جملة محذوفة هون، مو كلمة، جملة كاملة من فعل وفاعل، مسند ومسند إليه، وجار ومجرور بعد. فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. وأما حذف الجمل فكقوله تعالى في سورة يوسف فأرسلون يوسف أيها الصديق، تقرؤون القصة وهي أحسن القصص. فأرسلون لما قال له قص الملك هذا الحلم العجيب الذي رآه وما عرف المعبرون له تعبيرا، قال أنا أنبئكم إيش بتأويلي فأرسلون، أرسلوني. هي كمان في ياء هنا محذوفة، على فكرة في ياء محذوفة، لكن الأهم من الياء هي أربع جمل، فأرسلوني فأرسلوه فذهب إلى يوسف فسأله وين. فهذه الجمل كلها محذوفة بين فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون يوسف أيها الصديق. إيه نعم. وفي الشعر حذف الجمل كقول الشاعر الذي بدأت به محاضرتي، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن كان فقيرا معدما فأنا أقبل به. شكرا لإصغائكم، شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.